صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقيس. الانترنت والفيسبوك وشريان الشبوك ثلاثي مربوط ببعضه، وتوا قليل الدار اللي ما تعانيش منه، واللي تشكيله يبكي لك، وكل واحد يحكي على المشاكل اللي عملتها من الانترنت في الدار. الساعة وقبل كل شيء ما نحكيوش على الصغار بالطبيعة، هذاك كل صغير ولا حال لوحده وعايش في عالمه، ولا من يكلمه ولا يجي على ساحته، ولا عاد نقراو له حساب لا في لمة عائلية ولا في فم ماكلة سخونة وش هي، ولا حتى في موضوع وحكاية. أي باهي شو اللي مازال قعدوا الكبار، وكل واحد وخرافته مع الانترنت، وكل واحد وبليته وين جات. وبالطبيعة في ثم حاجة جديدة، احنا في تونس بصفة عامة تولي مشكلة جديدة، والعائلة في تونس ناقصة هي بطبيعتها حتى تكمل الانترنت على حالها. هات الساعة نتفرجوا على حكايتنا لليلة ونشوفوا شنية قصتها، ومن بعد نرجعوا ونكملوا حديثنا. السلام عليكم. السلام. صباحا. شبي؟ لاباس؟ لاباس. خاطر ما ماش عادتك تروح تو مقاوم. أنا تنرفزت على حالتي. تصور أصحابي في القهوة الكل، كلهم بالمواقع متاعها، اللي عنده إيميل واللي عنده فيسبوك واللي عنده ما عرف شنو، كان أنا. سراكي الحكاية اللي خلقتك. نعمل لك كونت فيسبوك. شو؟ نعمل لك كونت فيسبوك. يقول لي عندي موقع حتى أنا؟ إيه كونت فيسبوك. وتوزر. كيفاش؟ شو كيفاش؟ ما حد شيء صعيب راهو. كل شيء سهل في رمشة عين، كل شيء يصير. الإنترنت اللي يبكيو عليه العباد، عادنا في الدار. باهي. إجا نوريك في شيش. ديكونيكتي ويلك اي عملك تو مود باس سهلة، وبعد انت بدلها. اي حقا ما عنديش صورتك في الوديات. اي تو نصور. اش تو تصور؟ تو لحظة. اي تو صورك بالتليفون. باه سيدي أبري فوتو. أي أعمل تبسيمة. تبسيمة صحيتي. أي ركلي. شوف حلو هذي. أي نعملو هكا. أي نعملو هكا ونبعثوها للبي سي. أي أوكي وصل. نجيو ندخلوها على الفيسبوك. اوك عندك فيسبوك؟ ايوا صورتك. نزيدو هكا نكتبو حويجه لمحه على حياتك الخاصه. الواه شو الواه؟ باش العباد تعرف عليك وتعرف وين تولدت وقتاش تولدت عمرك قداش. اي 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 برا برا برا. اي توا اوفيسيالمون عندك فيسبوك. باهي زين هكا نعملو روتروفي بوزاني. تعرف تنجم حتى تلقى اصحابك اللي لقيت معاهم في الابتدائي. زاده بحر بحر بحر. حط لنا تصويرتي انا وامك زاده فرد مره، وتصويره العائله. باهي باهي حتى اليوم توا نصورك. ياك تصور مش القاهم توا نتاع الفنان. تلقى تلقى تلقى. هاي ايوا شو شكون اصحابك اللي في القهوه كل موجودين وكونكتي زاده لقيت هذا وكونكتي. اي ما العاده هكا هو تو يروحوا كل. اي سيدي شو مش نبدانا تو كم قهوتكم؟ لحظه برك شوف. اي تكليكي لهنا. اي
تلقى ديسكسيون، تحل الديسكسيون وتكتب. اش نكتبه؟ اكتب له اي حاجه يا ارسليك. هاي هذا يا صاحبي ساعه منصف. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت سي مصطفى؟ ايه جيت. مرحبا بيك، زارتنا البركه. اش فيك لاباس؟ هبلت جنيت خرجت على عقلي، اش بيني لاباس؟ الزبله فلك بتاعك. برا حضر لي حاجه ناكلها خاطر خارج برا. شنو حضر لك حاجه تاكلها؟ ماك متقاعد يا بابا، لا شركه تستنى فيك ولا اداره، شو اللي زيرك؟ انا ما تقوليش فما اش فما. برمشي لك الفيسبوك نتاعك. مدهولي خليني نشوفه وخليني نتمتع. تمتع هايبه، حتى لي زاد بديت تتغرم. بديت نتخدع مش بديت نتغرم. لا 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 يا بنتي صلي على النبي. شنو الكلام هذا؟ شنو الكلام؟ وانا نقول الراجل يدخل من الشارع طول لك الانترنت ويحط عينيه فيك الاورديناتور، انت حتى الماكله قلت تقطعها انت. الله يهديك، ماني نتفرج على الاخبار يا مراه هذيك. الله نتفرج على الاخبار. اي شيء يحزن القلب، شيء يحزن. الناس تقتل في بعضها. عرب مسلمين يا رسول الله ذبحوا في بعضنا هك لا شفقه لا رحمه. راهو شيء يخليك تقطع الماكله فرد مره مش لا شفقه ولا رحمه. حتى انت كيفهم لا شفقه لا رحمه. تخون فيا جغار في النهار يا رسول الله. يا رسول الله ولو كان مش رفيقه صاحبتي كلمتني وفيقتني. رزقي تروحي على برا. بنتي هذيك شنو الكلام هذا؟ شنو خيانه وعلى برا؟ شنو الكلام هذا؟ اي تعرفش كيفاش؟ برمشي حل الانترنت وثبت وما بالك شي حاشم عاد انت. لا حاشم انت ها قدامك. لا حاشم لا شي حاشم شي شوف استنى هاي قالوا حاشم. قالوا ليش حاشم؟ راك ساعات تبدا تهز وتصبط في الكلام والله شيء. اي تو نشوفوا تو نشوفوا. اصبر اصبر اصبر. اي انا صبرت. الفيسبوك نتاعي يا سيدي. هاي تفرج هاي تمتع على ها هاكي تصويرتي. يحل عاد كمل حل. تي شوي هاكي تصويرتي وهذه تصويرتك. تصويرتي انا وياك اهلا. شو؟ شبيك تفجعت؟ تصويرة ثبت عاد ثبت. يعني ثبت جدي. تصوير شكون؟ شكونك اللي معاك هذيك؟ التصوير هذين صحيح. لا اله الا الله ما فهم. شنو لا اله الا الله؟ ما كانش تصويرتي انا وياك؟ ايه وينك انت؟ وين نعرف؟ لا اله الله محمد رسول الله. هاي ثبت عاد. السلام عليكم. السلام. ايجا شوف الغريبة اللي صارت على ابوك. شوف الفضيحة اللي عملها ابوك. يا بنتي هذيك ربنا فضيحة. اي فضيحة. اي 10 40 سنة تو باش نقول لك. قول لروحك قول لروحك. يهديك عاد ما تخليش نكربس تو. والله شو بك تضحك انت؟ زيد تضحك علينا انت زيد تضحك. عملوها فيكس ايه؟ انت شنيا الحكايه يا وليد؟ فما عباد هيك خدمتهم كان التفتي عجوا باش يعمل ضحكه يشد تصويره وركبها على تصويره اخرى. يا سيدي الراجل شعيره اللي مشى فيها بعد ما فبرك له واحد من مستخدمي الانترنت تصويره من تصاوره وكانت تنجم التصويره هيك تهدم له حياته. واللي زاد في شك مرته على الاول هو زاد انغماس رجلها في الانترنت اللي خذات كل وقته وتفكيره واهتمامه. الكلنا نعرفوا ان الانترنت هي سلاح ذو حدين وانه عمرها ما كانت المشكله في الانترنت في حد ذاتها، اما المشكل في اللي يستخدمها. الانترنت فيها برشا حوايج باهيه تنجم تزيد الانسان في ثقافته وعلمه وتكوينه. والانترنت فيها العالم مفتوح على بعضه وينجم الواحد يطور فيها هواياته ويقضي بها شؤونه وتسهل له قضاء مصالحه.
وبالانترنت الرسالة والتواصل مع الناس ولا يصير في ثانية من أقصى الدنيا لأقصاها. وأكيد أنه ما زالت برشا حوايج باهية وفرتها لنا الانترنت وما كفيناش الوقت باش نسميوها. أما اللي لازمنا نأكدوا عليه زادة أنه سوء استخدام الانترنت ينجم يتسبب في برشا مشاكل الأفراد والمجتمع، وينجم يولي في استعمالها نوع من الإدمان اللي يخلي عائلات عايشة تحت سقف واحد ممكن، أما كل واحد على روحه وكل واحد والجهاز متاعه وغاطس بحياته الافتراضية. وبالنسبة للصغار زعما شكون ينجم يقول لنا اليوم اللي هو قاعد يعرف بالضبط ولده شنو هو قاعد يحكي ويشوف في الانترنت وشنو هي المواقع اللي يدخل لها والروابط اللي يتعامل معاها، واللي ممكن برشا البعض منها يكون خطير ويعلم التطرف والعنف وإفساد الأخلاق والتربية. الانترنت بحر كبير، أما ماذا بينا الواحد ما يغرقش فيه ويعرف قداش ووقتاش يعوم وين يخلي سقيه بالقدر اللي يخليه ينفع روحه وما يخسرش أهله وماليه. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة ليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.